ربعه ديال الحوايج باش ديرهم في رواية امر ماشي سهل. قصة محسن فكري وسعيدة التطوانية والهجرة السرية وسنوات الجمر والرصاص، خاصك تكون عندك مع التاريخ ومتبع الاحداث بشكل كبير. هاد الشي دارو كامل الكاتب المغربي عبد الحميد البجوقي كمهاجر ومعتقل سابق في رواية الجنيس بمعنى الشبيه، شي واحد ولا وحدة كيشبه ليك. في هذه الرواية كيتكلم الكاتب على التفاصيل اليومية من حياة البسطاء والفقراء المغاربة هنا ولهيه، وكينبش في تاريخ المغرب المعاصر، وكيتكلم على أحداث حقيقية. حادث طحن مو المؤلم اللي سمى فيه الشهيد محسن فكري هو براسه وبكثير من التفاصيل ديالو، نقلها الكاتب من الحسيمة وحولها للدار البيضاء، كأنه كيقول لنا راه الدار البيضاء هي الحسيمة والحسيمة هي كازا، بحال بحال. ومحسن فكري هو بنت سعيدة ولا ولد سعيدة البيضاوية. حادث إطلاق الرصاص على القارب اللي راح الضحية ديالته سعيدة هو نفس الحادث الذي استشهدت فيه شهيدة الكرامة سعيدة التطوانية منذ بضع سنوات، بحال اللي كيقول راه الحمامة البيضاء هي البيضاء، مع شعار الموت ولا المدلة اللي أرخ الحراك الريف، وهو شعار اللي هز أحد أبطال الرواية هاد الشعار. سافر بنا الأستاذ عبد الحميد البجوقي بقصص وحكايات عاشة ولا عايشة في الرواية شبه السيرة لعبد الكريم اللي حرق في قارب باش يوصل لإسبانيا، هارب من بطش سنوات الجمر والرصاص، محكوم بحكم غيابي بثلاثين عام بقى فيها في إسبانيا، والكاتب براسه محكوم بثلاثين عام غيابي وبقى مهاجر ومنفي وماشي مهاجر سري، لأن السري في نظر الكاتب نقيض للإنساني، وكيتسأل كيفاش يكون بنادم سري. الجنيس أو الشبيه هو العنوان الرابع في المسيرة الروائية للروائي المغربي عبد الحميد البجوقي، بعد حكاية المنفى وعيون المنفى وموت في المنفى والمشي على الريح. ذكرت كلمة الجنيس في الرواية جوج ديال المرات دون احتساب العنوان، مرة في الصفحة الثامنة من كيقول عبد الكريم الراوي مخاطبا كارمن بعدما كان غارقا في حلم جنيس يذكرني بأحداث عشت بعدها وأخرى شبيهة كنت شاهدا عليها، صفحة 8. أما المرة الثانية اللي ذكرت كلمة الجنيس فبصيغة الجمع على لسان الراوي في الفصل العشرين من كيقول تعددت الحكايات الجنيسة أي الشبيهة اللي سمعها عبد الكريم عن مآسي الهجرة السرية وعيش أبطالها واكتوى بها كغير من المهاجرين واللاجئين، صفحة 122. الرواية من البداية تعلن عن حلم مشابه لأحداث عاشها البطل ولا المعتقل عبد الكريم وأخرى كان شاهدا عليها، وبين الشبيه كحلم فردي والشبيه كقصص لأحلام جماعية مغربية. والرواية مكونة من 25 فصل. أحداث الرواية بين جوج ديال الضفتين، هنا كيقول لنا الكاتب راه اسباب ديال الهجره ولهيه راه الملاد والمكان والبلاصه ديال المهاجرين وديال الحريه وديال التمتع وداكشي اللي في راسكم. الروايه راها صرخه مدويه في زمن الصمت، صرخه على الواقع والدوافع اللي كتجعل من الهجره راه الخلاص الوحيد اللي بطله الروايه سعيده الجميله والعاشقه والمكافحه والام لشابه وشاب في مقتبل العمر وطامعه في الخلاص وكتقلب على راسها وعلى حياه ليها ولولادها هروبا من القمع والفقر. الكاتب صوف هذه الرواية قضايا وضعها في رف النسيان بالعاني باش يناقشوها المغاربة. الهجرة عبر قوارب الموت راه ماشي هي القضية المحورية، راه باغي يوري لنا أسباب الهجرة على أنها هي ذاك الغول اللي كيقتات من مستقبل المغاربة ومن الأعمار ديالهم، باغي يقول لنا أه الواقع المعيشي الصعب راه كاينه شي حاجه كثار من هاد الشيء، راه كاينه شي حاجه سميتها الكرامه المهضوره في الشوارع والازقه المغربيه، وراها دعوه بالصوت المسموع للانتباه الى اصل المشكل. روايه الجنيس حكايات مغربيه اسبانيه فيها الاحداث كدور ما بين مدريد وكازا وادلا وتطوان ومارسيل وطنجه، بين الشوارع والبيوت والمتاجر والكنائس ودور الدعاره والحانات والمستشفيات، في إشارة دالة لتعدد الأمكنة والأزمنة والثقافات والهروب والهويات والعنصرية، وعن هروب المغربي بزز منه
من الحجرة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.